نور الدين بنديب رئيس جمعية الأشعة للجزائر وأيضا رئيس فيدرالية المغربية للأشعة والتصوير الطبي. أولا وقبل كل شيء أشكر منظمين هذا المؤتمر، مؤتمر لايرسي 10، ممكن المنظمين نتاع الفارس وعلى رأسهم الأخ الدكتور سيد غنين والدكتور طارق الدياسكي وأيضا عماد شنودة لحسن الضيافة ولحسن التنظيم، التنظيم هائل نتاع هذا المؤتمر. النصيحة اللي نعطيوها للجمهور لكل الناس، كل المرضى وكل الجمهور، هي أن الأشعة فيها منفعة لأنها تعطينا النتيجة نتاع الفحص، ولكن لازم الواحد قبل ما يمشي باش يدير الفحص نتاعو عند الأخصائيين نتاع الأشعة لازم يتوجه للناس اللي راهم في الميدان، يعني هما الاخصائيين الاختصاصيين في الاشعه، خاطر هناك عيادات وهناك مستشفيات ولكن كاين ايضا ناس كيقولوا لهم المراكز نتاع الاشعه، هذو هما اللي تلقاو فيهم الناس الاختصاصيين اللي باش كي واحد يدير يؤدي فحص بالالات يكون فحص جيد، ويكون الناس اللي يديروا الترجمة نتاع هذاك الفحص يكونوا ناس يعني اللي يعرفوا الشيء هذا، اللي عندهم خبرة كبيرة. والأشعة ماهيش سهلة، كاين أشعة بالريون إكس فيها مضرة وما لازمش واحد يكثر منها، لازم يتجه للاختصاصيين اللي هما ينبهوه ويوجهوه ويديروا له الشيء اللي يعني يكون في مصلحته باش يلحق للنتيجه نتاع الفحص بلا ما تكون مضره. هذا هو يعني هذه النصيحه الكبيره اللي لازم نوجهوها للناس هذو المرضى والناس والاهل نتاع المرضى والناس اللي يتقدموا للفحص بالاشعه.